خميس شكلي وطالع لي وبحب رن عليه وسايبه يغني زيي، لكن ما يقولش ايه، واخش على الناس بالمايك لحد المسرح وهم مصدقين ان انا شعبان عبد الرحيم لحد ما مشيت. الحاجه الوحيده في البيت اللي ابويا ما كانش بيعملها ان هو يضحك، برضه بعد ما مات الدنيا باظت لوحدها. حتى لو هو ورث مثلا، انا عن نفسي انا ولا محتاج ورث من حد. اما حد بيشوفني شكل ابويا يقول الله يرحمك عم شعبان، لا مش هرد على اي حاجه تبع الحاجات بتاعت الورث، عشان الحاجات دي انا ماليش فيها خالص اصلا. حد يقول لك سر وانت تخبص عليه؟ الله يرحمك يابا، واقول له يابا انت وحشتني قوي، بس لما صفحه ابويا بتاعت الفيسبوك تملي منها حظ يبقى كده ابويا مات تاني. دي امي الله يرحمها، وده ابويا الله يرحمه، يعني انا ما بقاش ليا حد الا السلسله. لمتابعه الاخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكات الفني www.clacatnews.com. منور في كلاكات الاول. الله يستر معاك يا باشا، منور، كل سنه وانت طيب. وانت بصحه والسلامه. كلمنا عن حضورك النهارده ايفنت مهم زي كده في احياء ذكرى الفنان الكبير شعبان عبد الرحيم. الله يرحمه ويرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا وكل الناس اللي ميتين، ربنا يرحمهم. وانا مش هقول لك الا يعني هي كلمه، انا عارف ان في ناس كتير قوي هتعلق عليها، بس هي ايه، انا عشان انا جيت النهارده عيد ميلاد ابويا وعيد ميلاد الفنانين الكبار اللي ميتين من زمان دول، الناس القديمه قوي دي، انا كده بقى ليا لازمه. يعني دي هي الكلمه دي اللي انا عايز اقولها، بس مش عايز اقول كلام تاني. انا لما اجي مكان زي كده في ناس زي دي وولادهم، انا كده بقى ليا لازمه في وسط المجتمع ده وفي وسط البلد دي. الصوت والشكل واللبس كل حاجه واخدها ما شاء الله من الفنان شعبان عبد الرحيم، والساعه والستايل كله تمام. كنت وانا طول عمري كان ابويا الله يرحمه يلاقيني، يعني هو حاسس ان انا شبهه مش انا ابنه، فكان يقول لي خد الساعه دي، اقلع الساعه من ايده ويلبسها لي، يقول لي البس الساعه دي في الايد الثانيه عشان تبقى شكل، يديني جاكيت من بتوعه، عامل لي اغنيه صغيره كده في عيد ميلادي بيغني لي فيها خميس شكلي وطالع لي وبحب رن عليه وسايبه يغني زيي، لكن ما يقولش ايه، دي عاملها نغمه على التليفون. الصوت ده ما حصلش مره ان انت اشتغلت حد بيه؟ بقى صوت مميز قوي، ما اشتغلتش لا انا اشتغلت في فرح وابويا عايش الله يرحمه زمان وانا صغير شويه، كان جسمي مليان قوي زي ابويا. لا انا بتكلم في مكالمه، يعني كلمت حد قلت له انا شعبان عبد الرحيم معاك؟ ما انا هقول لك اهو، هي دي اكتر من المكالمة. اما انا اروح فرح في بلد واقول ان انا شعبان عبد الرحيم ومثلا اكون انا باخد 60 جنيه ولا 70 جنيه في النمرة، واروح اخد مثلا 800 جنيه بدل ابويا، وانا رايح ان انا شعبان عبد الرحيم واغني من بعيد واخش على الناس بالمايك لحد المسرح وهم مصدقين ان انا شعبان عبد الرحيم لحد ما مشيت، ما فيش اشتغالة تاني اكتر من دي، ودي علني كده في الوش، يعني مش بالتليفون بس، دي عملتها وانا صغير، وكنت لابس لبس من بتاع ابويا وجاكيت من بتاع ابويا وشكل ابويا بالظبط بقى ساعتها، وكنت بعمل شعري كده زي ابويا واعمل حركات. الستايل شويه بعض الناس بتشوفه، يعني عارف اللي هو، يعني ممكن حد يقول لك لا ده ستايل غريب قوي يا عم، ايه سر الستايل اللي كان بيعمله؟ هو الستايل بتاع ابويا ده الله يرحمه هتلاقيني اميز واحد في اي حته بخشها ابقى انا الوحيد اللي مختلف عن كل الناس اللي قاعده. لو 10,000 واحد هتبص كده هتقوم مطلعني من وسطهم. هو كان ده سر الستايل. هو ده، هي دي الحكايه يعني. الفنان شعبان عبد الرحيم ودلوقتي في ناس كتير ومطربين كتير حبايبنا واصحابنا وكل حاجه بيعملوا كده نفس الجو ده برضو، بس لو انا قاعد في وسطهم برضو الناس هتطلعني. كمان ان هو كان بيعمل عند اشرف فجل اغلب ودي اشرف فجل برضو لسه ما اتضربش فيها مفك. كان في اسرار من حياه الفنان الكبير شعبان عبد الرحيم، عايزين نقول للناس سر او اثنين منهم. هو انت ينفع حد يقول لك سر وانت تخبص عليه؟ لا لا هو مش سر، احنا حاجه الناس مش عارفاها، يعني اكيد شعبان عبد الرحيم الفنان غير شعبان عبد الرحيم الاب، ففي حاجات انت شفتها الناس ما تعرفهاش. لا كل الحاجات ابويا كان عايش بطبيعته، ابويا كان طبيعي، كل الحاجات اللي انت بتشوفها قدامك من ابويا هي اللي كانت في البيت العيشه العاديه. الحاجه الوحيده في البيت اللي ابويا ما كانش بيعملها ان هو يضحك، ما كانش بيضحك في البيت خالص، عشان اللي لو هو كان ضحك كان الموضوع هيسيبه والدنيا هتبوظ. العزاء بتاع الفنان شعبان عبد الرحيم كان
عشان كده لما بعد كده لما ابويا مات الدنيا باظت، الموضوع ساب برضه. يعني ابويا كان ماسك بتكشيرته دي في البيت وكان خشن كده معانا عشان ما نسيبش والدنيا تبوظ. برضه بعد ما مات الدنيا باظت لوحدها. انتوا عملتوا قلق على السوشيال ميديا من فتره، وعصام طلع مره وبعدها طلع عدويه وبعدها، ايه اللي حصل بقى عشان الناس ايه ما بقتش فاهمه حاجه؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجه حصلت، مفيش، ده كلام جرايد او هم حرين مع بعض يعني في الموضوع ده، انا ماليش دعوه بالكلام ده. يعني حتى لو هو ورث مثلا، انا عن نفسي انا ولا محتاج ورث من حد، انا كفايه ان انا ورثت حب الناس من ابويا، وورثت شكل شعبان عبد الرحيم دي لوحدها بتسوى عندي افضل عايش عليها طول العمر. كفايه ان الناس بتشوفني تقول الله يرحمك عم شعبان، لما اما حد بيشوفني شكل ابويا يقول الله يرحمك عم شعبان. فانا حتى لو هي حكايه ورث، انا ماليش دعوه بالورث، انا ليا دعوه ورثت الشكل اللي انت سالتني عليه اول ما قابلتني، قلت لي انت شكل عم شعبان بالظبط الله يرحمه. انت حتى طلعت في كام فيديو قلت يا جماعه انا جبت ده وجبت ده وحاولت اصلح بينهم، لكن برضو الموضوع ما فيش. والله هي بقى وظروفها، يعني انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. انا بعد اذنك يعني اسالني عن ابويا واسالني عليا. انا بسالك، لا بس هي دي حاجه طلعت على السوشيال ميديا، انا بتكلم في حاجه طلعت، انا بشوف لو عايز ترد عليها. لا مش هرد على اي حاجه تبع الحاجات بتاعه الورث، عشان الحاجات دي انا ماليش فيها خالص اصلا. انا ليا في ابويا بس. ايه اللي افتكرته بعد الفلوس؟ كل حاجه، هي كل حاجة خسرتها، وهي اللي انا فرحان ان ربنا رضاني بيها، ان انا طلعت شكل ابويا والناس بتحبني عشانه وبتقابلني عشانه، وقاعد في شقته شاريها بفلوسي وعربيته شاريها بفلوسي وشكله. في مفيش كلام تاني اقوله لك غير هم دول اهم كلام. في العزاء بتاعه حضر ناس كتير، كانت تعتبر محبه شعبيه كبيره جدا من سواء سياسيين او فنانين او ناس كتير. مين اللي كنت حاطه في مكانه كبيره وحسيت ان هو بعد موت الاب الوضع اختلف، حسيت ان هو انت لا كنت مخدوع فيه؟ لا، ما انا ما بتخدعش، ما اتخدعتش في حد، عشان هي الناس كلها بتحب ابويا. ايوه، ولحد دلوقتي ولحد ما انا اموت الناس هتحب ابويا، عشان هم ما شافوش منه حاجه وحشه. شايف لون المهرجانات غطى على طرب الشعب؟ لا، ما الحاجات دي ابويا الله يرحمه اتكلم فيها قبل كده. كل واحد في المهنه بتاعت الفن كلها عموما بيبقى له يومين، يعني شويه ابويا يطلع وبعد كده، بس في الاخر اللي حافظ على اسمه بقى. يعني ممكن واحد يلوث اسمه بحركه صغيره، يبوظ اسمه وتاريخه، يعمل موضوع كبير ويبقى نجم عالمي، ويجي في حاجه بسيطه قد كده يقوم مبوظ كل اللي عمله واسمه يضيع. ولازم كده كده حتى لو بقى نجم وبقى ليه مكانه ووقف في حته معينه، لازم يطلع واحد غيره تاني، اصل مش هيفضل طول عمره زي ما هو. زي مثلا بيبقى عسكري امين شرطه وبيذاكر يبقى ضابط وبيبقى عميد وبيبقى لواء والحاجات دي لحد ما يقعد على المعاش. الشخصيه اللي كان بيتمناها في الفن، ايه اللي كان بيتمناها في الفن؟ وايه الوصيه اللي اوصاكم بيها كلكم؟ لا انا ما اعرفش وصاهم بايه، بس انا ما شفتش وصايا. يعني انا مش شايف الا وش وكلام وحاجات، يعني ابويا مش هيوصيني على كده، مش كده برضو؟ بس فانا بحكي لك على اللي قاله لي انا. طب انت لو كاخ عايز توجه رساله عشان تلم الشمل، الرساله دي تقول فيها ايه؟ هم هيشوفوا الفيديو. لا انا هقول ربنا يهدي كل الناس، كل الناس. لو حابب توجه رساله للفنان شعبان عبد الرحيم النهارده تقول ايه؟ هقول له الله يرحمك يابا، وهقول له يابا انت وحشتني قوي، وعايز اقول له كمان يعني اكتر حاجه في حياتي مزعلاني اللي انا الصفحه بتاعته الفيسبوك اتعمل لي حظر منها. ما تسالنيش ازاي ولا ليه، كل اللي انا عايز اقوله لك اكبر حاجه في حياتي مزعلاني
اللي انا الصفحه بتاعت ابويا بتاعت الفيسبوك هو كده كده مفيش حاجه ليها لازمه بعد ما ابويا مات، بس لما صفحه ابويا بتاعت الفيسبوك تعمل لي منها حظ يبقى كده ابويا مات تاني من اول وجديد. او حتى لو كنت عايش على امل ان انا بقلب كده والاقي صفحه ابويا قدامي وفجاه يتعمل لي حظر منها يبقى كده ابويا مات حقيقي بقى، مفيش حاجه من ريحته خالص. بس احنا شايفين سلسله انت لابسها، قلت تورينا السلسله او توريها دي سلسله عليها صوره ابويا انا وابويا واحنا قاعدين قدام المقله، ودي امي الله يرحمها وده ابويا الله يرحمه، يعني انا ما بقاش ليا حد الا السلسله.